كنا المرة اللي فاتت وقفنا على موضوع الـ PNH، هو حاجة صغيرة كده بس مهم أوي نبقى عارفينه وعارفين الكونسيبت بتاعه، خاصة إن في شوية باثوفيسيولوجي يعني ممكن يبقوا صعبين شوية لو إحنا قريناهم لوحدنا. موضوع الباروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا، وأنا قلت قبل كده إنه الباروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا أز توبيك بيشترك فيه حاجتين، بيشترك فيه الديفرنشال دايجنوزز أوف pain cytopenia يعني one of the causes اللي بيبقى فيها presentation pain cytopenia، وكمان بيشترك فيه differential diagnosis أو one of the causes of hemolytic anemia. طب هو في أنهي زون في hemolytic anemia؟ هو acquired disorders acquired hemolytic anemia، لكن كمان pain cytopenia in one of the presentation أو complication بيبقى في aplastic anemia. ساعات بعض العيانين بيبقى عندهم PNH on top of aplastic anemia، وده ليها قصة برضو كده specific يعني لو في وقت إن شاء الله هتكلم عنها. طب إيه هو موضوع الباروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا؟ تعال نبص على الاسم كده. باروكسيزمال معناها نوبات، ونوكتورنال ليلية، فهي نوبات ليلية من هيموجلوبينوريا يعني وجود الهيموجلوبين في اليورين. ومعنى هيموجلوبينوريا معناها إنه هيبقى intravascular hemolysis، لأنه الهيموجلوبين ما بيبقاش في اليورين غير في حالة واحدة بس، لو الهيموليسيس حصل intravascular. دي لو حصل هيموليسيس يعني الار بي سيز اتكسرت جوه البلاد فيسلز، ساعتها مكونات الار بي سيز كلها هتبقى موجوده في الدم بما فيها الهيم او الجلوبين او الهيموجلوبين. طبعا مش مسموح باي حال من الاحوال الهيموجلوبين يبقى موجود فري في الدم. ليه؟ لانه هو لو موجود فري في الدم ممكن ينزل في الرينال تيبيولز ويقفل لي الرينال تيبيولز ويعمل لي اكيوت تيبيول نكروز او اكيوت رينال فيلير. لكن في الحالات اللي زي كده لا، ممكن نسبه هيموجلوبين بيحصل هيموليسيس وبيبقى فيه هيموجلوبين موجود في الدم وبينزل في اليورين وممكن يعمل لي كان رينال امبيرمنت. بس مش هي دي المشكله الكبيره قوي في هذا المرض زي ما هنشوف دلوقتي. في مشاكل ثانيه اكتر بكتير في هذا المرض اللي هو اسمه باروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا. طب هو ايه الباثوفيسيولوجي بتاعه؟ يعني هو ازاي المرض ده بيحصل؟ المرض ده زي ما قلت لكم هو acquired disorder acquired hemolysis او acquired clonal stem cell disorder. يعني ايه كلمه clonal؟ clonal يعني يبقى في عندي one clone of cell. clone يعني نسخه متطابقه، يعني مجموعه من الخلايا بتحمل نفس الصبغه او نفس النسخه. خلاص، وهنشوف دلوقتي موضوع clonal stem cell disorders ده اكتر في malignant disorders، لكن كمان ممكن يحصل في بعض الحاجات النون malignant disorder زي البي ان اتش كده. فبيبقى عندنا مجموعه من الستيم سيلز، الستيم سيلز دي فيها ديفكت. ايه الديفكت بقى؟ ان في عندي ميوتيشن في جين اسمه بيج اي جين. البيج اي جين ده اختصار حاجه اسمها فوسفاتيدل انستول جلايكول او جليسرول او جلايكيتد بروتينز. او الفوسفاتيدل انستول ده دي حاجه موجوده في السيل ميمبرين. عارفين السيل ميمبرين عباره عن فوسفوليبيد بايلير، صح؟ في الفوسفوليبيد بايلير في السيل ميمبرين بتاع اي خليه ساعات بيبقى في بروتينز تبقى موجوده في السيل ميمبرين. البروتينز دي حاجه من الاثنين، تفتكر الكلام ده من ايام الفسيولوجي زمان كده كان شكل السيل ميمبرين عامل كده، صح؟ فوسفوليبيد بايلير الفوسفيت موجوده ناحيه جوه وناحيه بره، ده الاوتر ميمبرين وده الانر سايد، يعني هنا كده شكل السيتوزول وهنا شكل بره الخليه، صح؟ ده شكل الفوسفوليبيد بايلير. كان بيبقى في عندي نوعين من البروتينز، نوع كده لو نفتكر حاجه اسمها انتجرال بروتينز، والانتجرال بروتينز دي بيسموها ميمبرين سبانينج بروتينز او بروتينز بتعدي كل الميمبرين جوه وبره. خلاص، فليها اكسترا سيلر دومين وانترا سيلر دومين وسيتوبلازميك دومين. لكن في كمان نوع من البروتينز اسمها بريفرال بروتينز، فالبريفرال بروتينز موجوده على البريفري بس. طب امال البريفرال بروتينز دي بتمسك ازاي في السيل ميمبرين؟ في بعض الحاجات اللي بتمسك فيها، يعني ممكن تمسك في جلايكوليبيد، خلاص، او جلايكوبروتين. بعض المواد من لون مختلف شويه كده، لون اخضر مثلا، جلايكوليبيد او جلايكوبروتين، حاجات تثبتها جوه السيل ميمبرين. من ضمن الحاجات دي الفوسفاتيدل انستول. فوسفاتيدل انستول، والفوسفاتيدل انستول ده نوع من الليبيدز، خلاص، حاجه من الدرايفد ليبيدز نعرفها، عباره عن فوسفاتيديك اسيد. الفوسفاتيديك اسيد دوت عباره عن جليسرول ماسك فيه ليبيد في او فري فاتي اسيد في بوزيشن نمبر 1 وبوزيشن نمبر 2 وفوسفيت في بوزيشن نمبر 3. الفوسفيت هنا بقى ماسك فيه الانستول،
طب وظيفته ايه بقى الفوسفات النسول ده؟ وظيفته انه بيشتغل از انكر، يعني زي بالظبط كده عارفين السفينه لما بتيجي بتحط في المرسى، مش بيرموا الهلب بتاعها ده عشان خاطر يثبتها في المرسى ما تتحركش. هو نفس الحكايه بالظبط، نفس الكلام كده، هو ده الهلب اللي بيمسك البريفرال بروتين على سطح الخليه اسمه فوسفاتيد انستول. فبيمسك سبيسيفيك تايبس اوف بروتينز زي ما هنشوف دلوقتي. السبيسيفيك تايبس اوف بروتينز دي اللي هي سي دي 55 او سي دي 59. يبقى اذا هذا البيج اي جين بينكود فور بروتينز اسمها جي بي اي انكر، خلاص، او جلايكوزيد فوسفاتيد انستول وجلايكيتد فوسفاتيد او جليسرول فوسفاتيد انستول، اللي المفروض بيمسك بعد كده في البروتينز. البروتينز دي سبيسيفيكالي اللي بتمسك في هذا الجي بي اي انكر اسمهم سي دي 55 وسي دي 59، ودول لهم حكايه. السي دي 55 والسي دي 59 دول ليهم وظيفه مهمه جدا جدا، ان هي تو بروتكت الار بي سيز من الكومبلمنت ميديتد لايسيس. ايه الكلام دوت؟ طبعا الكلام ده انت تقراه واحده كده تحس ان هو وهم. تعالوا نشوف كده نبسطه. طبيعي في عندنا في جسمنا كومبلمنت سيستم. ايه الكومبلمنت سيستم ده؟ دي بروتينز بتطلع من الليفر وبتلعب دور في الاميونتي، من الانيت اميونتي. طب الكومبلمنت ده طبيعي بيبقى ان اكتف، لكن لما بيحصل ان يحصل يتعرض لبعض الحاجات، زي لو في عندي اكسوجينس بكتيريا جوه جسمي بتبدا تعمل له اكتيفيشن، خلاص. During activation of complement system بيتكون حاجة اسمها membrane attack complex. في عندنا طبعا activation of complement، اعتقد انا كنت اتكلمت في الكلام ده قبل كده، انه دي اكتر من طريقة، حاجة اسمها classic pathway وحاجة اسمها alternative pathway وحاجة اسمها lectin membrane system. حكايه اللكتين دي اللي هي موجوده في لو بكتيريا او بالذات اللي بيسموها جرام نيجاتيف بكتيريا بتعمل اكتيفيشن دي اللكتين باث واي ده. لكن الكلاسيك باث واي والالترنتيف باث واي في الاخر بينتهوا اللي بيتكون حاجه اسمها ممبرين اتاك كومبلكس، وده عباره عن كومبلكس اللي هو الكومبلمنت 5 مع كومبلمنت 8 مع كومبلمنت 9، بيروحوا يعملوا زي ماسوره كده تتركب على سطح الخليه عشان خاطر تعمل لها لايس، تمام، لو الخلية دي انفكتد بأي أورجانيزم. لكن كمان ممكن الـ RBCs يحصل فيها نفس المشكلة دي، يتكون عليها الممبرين أتاك كومبلكس ده وتعمل لك لايسس دي السيل ممبرين بتاعة الـ RBCs. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا حماية للـ RBCs إن ما يحصلهاش أوتوماتيك لايسس لما يبقى فيه أكتيفيشن أوف كومبلمنت. إزاي الحكاية دي؟ إن ربنا عمل على سطح الـ RBCs في بروتينز بتبروتكت ال ار بي سيز من هذا الليتك افكت بتاع الكومبلمنت اللي هم سي دي 55 وسي دي 59، تمام. لما بيحصل بقى لحد عنده بي ان اتش بيحصل ميوتيشن في البيج اي جين، بيج اي جين ميوتيشن، خلاص، بيبقى عندي ديفكتيف انكرنج، يبقى عندي مشكله في الفوسفاتيد انستول انكر او جي بي اي انكر اللي على سطح الخليه، وبالتالي بيبقى عندي deficient لهذه البروتينز اللي هي CD55 وCD59 مش موجود. فيجي بقى complement 5 مع الممبرين attack complex يعملوا lysis للـ RBCs. شايفين ادي في الوضع الطبيعي big agent بيبقى active طبيعي، يبقى عندي big A او GPI anchor. GPI anchor ده موجود على سطح الـ RBCs اهو، ومسك في البريفرال بروتينز اللي انا قلت لكم عليها اللي هي CD55 وCD59، وبيشتغلوا از انتي كومبلمنت بروتينز، يعني بتنهبت الكومبلمنت انها تعمل لايسيس للار بي سيز. لما تبقى دي ديفيشنت طبعا الكومبلمنت بتمسك في الار بي سيز وبتعمل لي لايس. المهم قوي نبقى فاهمين ايه هو البي ان اتش وهو الباث فيسيولوجي بتاعه. يبقى البي ان اتش ده او الباروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا ده مرض اكوايرد ديس اوردر، بيبقى في كلونال او اكوايرد كلونال ستيم سيل ديس اوردر، يعني في عندي كلون كده من الستيم سيلز فيها مشكله. المشكله عباره عن ايه؟ ميوتيشن في البيج اي جين. هذه الميوتيشن اكوايرد مش انهيرتد، يعني في طبعا في ميوتيشنز ممكن تبقى انهيرتد وفي ميوتيشنز ممكن تبقى اكوايرد. انهيرتد بتتورث من اب والام، لكن لا ده بيبقى حاجه اكوايرد. والاكوايرد ميوتيشن دي فين؟ في البيج اي جين اللي هو بيكود فور جي بي اي انكر. الجي بي اي انكر ده المفروض بيمسك على سطح الار بي سيز في السي دي 55 والسي دي 59.
لما يبقى في عندي الديفيشنت اوف سي دي 55 وسي دي 59 بيخلي الار بي سيز اكثر عرضه للكومبلمنت سيستم، فبيحصل ليها لايسيس ديورينج كومبلمنت اكتيفيشن. اللي انا عايز اقوله هنا بس نبقى فاهمينه انه الديفكت بتاع الجي بي اي انكور مش بس على سطح ار بي سيز، لا ده هو المشكله في الستم سيل نفسها، فيبقى على سطح الار بي سيز وعلى سطح البلاد سيلز وعلى سطح البليتلتس. كل الخلايا اللي هتيجي من هذه الستم سيل يبقى فيها عندي ديفكتيف جي بي اي انكر. بس اللي بيبان اكتر واللي بيمانيفست اكتر هو الهيموليسيس بتاع الار بي سيز، فعشان كده بتعمل لي هيموليتيك انيميا تبان في شكل نوكتورنال هيموجلوبينوريا. لكن كمان في اذر كومبليكيشنز بتحصل، من اشهر هذه الكومبليكيشنز انه كمان بيعمل بليتلت ديفكت، يبان في شكل بليتلت اجريجيشن ويبقى عندي ثرومبوزس اند هايبر كواجولابيلتي. يعني بي ان اتش، يعني بي ان اتش مش بس عندهم مشاكل، عندهم هيموليسيس بلاد هيموليسيس وهيموليتيك انيميا، لا كمان عندهم هايبر كواجولابل ستيتس. فعشان كده تلاقي ان واحده من البرزنتيشنز بتاعتهم يجي لك بي ابنورمال ثرومبوزس او فينا ثرومبوزس في ابنورمال سايت، خلاص سبيشالي مثلا يجي لك بورتال فين ثرومبوزس، يجي لك في باد كاياري سيندروم حصل ثرومبس في هيباتيك فينز، سينوسويد هيباتيك سينوسويد حصل في سمول سينوسايت، على حسب بقى حصل ثرومبوزس فين. يبقى شفنا الباث فيزيولوجي بتاع البي ان اتش اجين نورمالي زي ما قلت لكم، الخليه الطبيعيه او البلاسيل الطبيعيه فيها نورمال بيج اي جين يكود فور نورمال جي بي اي انكر، فيمسك فيه السيرفيس بروتينز اللي هي سي دي 55 و 59 ذات بروتكت الار بي سيز فروم كومبلمنت، عشان كده بيسموهم انتي كومبلمنت بروتينز. لكن في حالات البي ان اتش عندي ديفكتيف بيج اي جين، ديفكتيف جي بي اي انكر، مفيش سيرفيس بروتين يخلي الممبرين اتاك كومبلكس او كومبلمنت باثوي وين اكتيفيتد يكسر في الار بي سيز ويعمل لي لايسيس. ودي شكل زي ما قلت لكم اهوت الكومبلمنت سيستم وازاي بيحصل له اكتيفيشن. ميديا زي ما قلت لكم كده ادي الكلاسيك باث واي واللكتين باث واي والالترناتيف باث واي، ويمكن الالترناتيف باث واي هو ده اللي بيبقى مور انكوربريتد في حالات البي ان اتش لانه بيعتمد على سي 5 كومبلمنت 5. في الاخر بيبقى حاسس ان برين اتاك كومبلكس زي ما قلت لكم اهو، لو الخليه دي سليمه عليها السيرفيس بروتينز ما بيعملهاش اي حاجه تمام، لكن لو هي على ديفكتيف بروتينز لا تمسك فيها وتعمل لها الهيموليسيس اللي بيحصل ده. طيب البرزنتيشنز بقى زي ما قلت لكم، اول حاجه انترافاسكولار هيموليتيك انيميا. وليه انترافاسكولار؟ الهيموليسيس ده مش بيحصل على سطح جوه السبرين، لا ده بيحصل انترافاسكولار دي، عشان كده مشاكل بقى الانترافاسكولار كلها، عندهم ال دي اتش زياده قوي، في عندهم الهبت جلوبين قليل قوي، بقى عندهم هيموجلوبينوريا وهيموزيدرينوريا نتيجه تكسير الار بي سيز جوه البلاد فيسل. كمان بيبقى عندهم هايبر كواجولابل ستيتس، زي ما قلت لكم الديفكت ده مش بس على سطح الار بي سيز، لا كمان على سطح البليتلتس، فبيعمل هايبر كواجولابيلتي بيخلي البليتلتس دي يحصل لها اجريجيشن فبيعمل لها هايبر كواجولابل ستيتس، وبيزاد زي ما قلت لكم بريزنت ويز فينس ثرومبوزز ان ابنورمال سايتس سبيشالي انترا ابدومينال وسيريبرال ثرومبوزز. يعني يجي لك واحد في سن صغير حاجه 20 سنه او حاجه 30 سنه ومره واحده بورتال فين ثرومبوزز، او يجي لك بريزنت ويز زي ما قلت لكم باد كاياري سيندروم الهيباتيك فين ثرومبوزس، او يجي لك بي ستروك فينس ستروك. ليه؟ لان حصل ثرومبوزس بيحصل يوجوالي ان اتيبيكال سايت تمام. كمان بعض الناس زي ما قلت لكم بيحصل كومبليكيشن بقى ان بيحصل بروجريشن فروم بي ان اتش تعمل لك ابلاستيك انيميا او ام دي اس وميب كان يحصل ايفولوشن تو اي ام ال. فهي السيتويشن اللي بيحصل ده كمان بريسيد فور اذر هيماتولوجيكال ديس اوردرز زي الابلاستيك انيميا او الهيماتولوجيك مالجنسي زي الام دي اس والاي ام ال، ودول ان شاء الله هنتكلم عليهم هنتكلم في الوايت بلاد سيل ديس اوردرز. لكن بس اللي عايز اكد عليه هنا حكايه الابلاستيك انيميا، ودي ليها قصه شويه. من السيناريوهات اللي بنشوفها كتير قوي في الكلينيكال براكتس بتاعت بي ان اتش، واحد جاله ابلاستيك انيميا وخد العلاج مثلا بالاي تي جي او سايكلوسبورين اللي هي الامينو سبريسيف، بعدها بشويه تلاقي العيان دوت دخل في بي ان اتش باروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا، وده من السيناريوهات الفريكوينت اكشوالي. يعني اكتر سيناريو بتشوف فيه البي ان اتش بيبقى افتر بلاستيك انيميا، ودي ليها حكايه. الحكايه او السبب انه البي ان اتش كلون دي بتبقى ريزيستنت للدامج او اللي بيحصل بالتي سيلز في حالات الابلاستيك انيميا. فاكرين لما قلنا الابلاستيك انيميا ده ان هو غالبا انه
موست كومن كوز ايديباثيك، يبقى اوتو اميون تي سيلز بتروح تعمل دامج في الستيم سيلز بتاعت كل المايلويد لاينز، عشان كده بيبقى عندهم ابلاستيك انيميا، مفيش ار بي سيز، مفيش وايت بلاد سيلز، مفيش بليتلتس، لان الخلايا وهي في مرحله الستيم سيلز اتكسرت. لو حد بقى عنده بي ان اتش كلون، نسبه كلون صغيره من البي ان اتش اللي هي عندها ديفكت في الجي بي اي انكر، الخلايا اللي عندها هذا العيب او هذا الديفكت بيخليها ريزيستنت تو ذا دامج بتاع التي سيلز. طب وايه يعني؟ لا هتفرق بقى ان لما تيجي الشخص دوت تعالجه وتبدا تديله تريتمنت، التريتمنت دوت هيبدا يبروتكت الستيم سيلز اللي كانت بتتكسر بالتينوفايتس، وبيحصل بقى سبريد لانهي كلون، للكلون بتاعت الستيم سيلز اللي فيها ديفكت اصلا في الجي بي اي انكر، لان دي اللي كانت موجوده من زمان وموجوده ريزيستنت وما بيحصلهاش تاثر بالتينوفايتس. عشان كده واحده من السيناريوهات الكتيره قوي اللي بتشوف فيها بي ان اتش بيبقى يا اما مع ابلاستيك انيميا او افتر تريتمنت اوف ابلاستيك انيميا، لان البي ان اتش كلون بتبقى ريزيستنت للهرمون للدامج بتاع التي ليمفوسايتس في حاله الابلاستيك انيميا، عشان كده بيحصل ايفولوشنال سبريد ليها في حالات الابلاستيك انيميا. خلاص، وده السبب ان احنا بنشوفها ساعات اسوسيشن وذ ابلاستيك انيميا. يبقى ده السبب بتاع الاسوسيشن وذ ابلاستيك انيميا. ليه؟ لان زي ما قلت لكم انه الديفكتيف clonal disorders بتاعت الـ PNH بتبقى resistant to the damage from T lymphocytes اللي هي المين pathophysiology بتاع الأبلاستيك أنيميا، عشان كده بتشوفها frequently إما associated مع أبلاستيك أنيميا أو after treatment of أبلاستيك أنيميا. عشان كده حاجة من الحاجات المهمة قوي لما يجيلك حد presenting with pancytopenia وانت بتعمل بومارو وخلاص شخصت له أبلاستيك أنيميا، لازم كمان to exclude الـ PNH، لانه ممكن يكون عنده بي ان اتش كلون. فالشخص ده لو انت if you didn't detect ان عنده بي ان اتش كلون، تشوف نسبه الكلون دي قد ايه، لو انت عالجته من ابلاستيك انيميا بس، يبقى انت كده بتزود الكلون بتاع البي ان اتش، ويبقى يا دوب هيخلص القصه دي، يبدا البون مارو يريكفر، بس هيريكفر بالكلون بتاعه البي ان اتش نفسها. اتمنى تكون النقطه دي اتفهمت، فهمنا ليه في اسوسيشن بين البي ان اتش اند ابلاستيك انيميا. طب هاو تو دايجنوز بقى؟ الدايجنوز البسيط بتاعنا بيعتمد على الفلو سايتومتري. عشان قلت لكم الخلايا دي الديفكت فيها انه الانكر او البروتين اللي بيربط في السيرفيس بروتينز اللي هي سي دي 55 وسي دي 59 مش موجود. طب ما دام الانكر مش موجود وهذه البروتينز مش موجوده، يبقى انت لو لقيت عملت فلو سايتومتري ولقيت خلايا ديفيشنت في سي دي 55 وسي دي 59، يبقى ده على طول يشخص ان ده عنده بي ان اتش. تمام؟ ودي بتشوفها مينلي على الجرانيوسايتس. لكن كمان ممكن تشوف بقى الماركرز اوف انترافاسكولار هيمولايسيس. ليه؟ لان ده زي ما قلت لكم هي واحده من مانيفيستيشنز اوف انترافاسكولار. احنا هتلاقي ال دي اتش عالي جدا، هتلاقي الهيموجلوبين فيري لو، وكمان هتلاقي زي ما قلت لكم هيموجلوبينوريا وهيموزينوريا. هيموجلوبينوريا وهيمو سيدرينوري. طيب how to treat PNH؟ علاج PNH mainly بيعتمد بـ supportive treatment، يعني على حسب العيان الـ presentations بتاعته ايه. والله عنده severe anemia هديله blood transfusion، خلاص بديله folate وبديله iron. ولو انت العيان بقى خد ترانسفيوجنز كتير قوي، نفس الحكايه بالظبط اللي احنا كنا اتكلمنا عليها في انواع الهيموليتيك انيميز اللي هي ترانسفيوجن ديبندنس في حالات الثلاسيميا، يبقى لازم في هذه الحاله اديله ايرن كليتر عشان خاطر العيان ده ما يدخلش في مشاكل بتاعه الهيمو سيدروزز. ده الفيرست لاين فور تريتمنت. لكن كمان ما ننساش الانتي كواجيليشن بيبقى مهم جدا، لانه كمان بيبقى عندهم ديفكت في البليتلت وبيبقى عندهم هايبر كواجلوبسيتس. لكن اكشولي هل كل العيانين بنعمل لهم انتي كواجيليشن؟ لا، الانتي كواجيليشن بتديها لو حد اوريدي جاله ديفلوبد بي دي في تي، او في بعض السيتويشنز الثانيه لو حد عنده مشكله ثانيه، انه المشكله دي انه بي ان اتش كلون بتاعته اكتر من 60%، يعني لو بي ان اتش كلون بتاعته عاليه او قوي، دول بيبقى عندهم هاير ريسك فور thrombosis or for hypercoagulability، عشان كده دول indicated انك تديلهم anticoagulant. هل في رول فور ستيرويدز؟ actually ستيرويدز
يعني نقدر ان هي مودريتلي يعني ممكن نديها ممكن ما نديهاش، مش بيحصل عليها ريسبونس كتير قوي، بس انت ممكن تدي ترايل اوف سترويدز فيها. لكن التريتمنت اللي بيجي دايما في الام اس كيو بيحبوا دايما يسالوا عليه حاجه اسمها اكيوليزوماب. الاكيوليزوماب ده هو مونوكلونال انتيبادي بيتارجت الكومبلمنت 5. هو هنا مش عارفين نعالج المرض نفسه، لكن فكروا في طريقه ثانيه. طب ايه رايك ان احنا ندي حاجه تنهبت الكومبلمنت سيستم؟ مش الكومبلمنت ده هو ده اللي بيكسر ار بي سيز، طيب احنا هندي مونوكلونال انتيبادي يمسك في الكومبلمنت بروتين اللي هو كومبلمنت 5، وبالتالي الكومبلمنت سيستم ما يبقاش اكتيفيتد. كلام ممتاز قوي، وعشان كده هو فعلا من ضمن الحاجات اللي بتحسن الكومبليكيشنز وبتحسن الهيموريزيس فيها العيانين. لكن في مشكله، انا قلت لكم قبل كده ان الكومبلمنت سيستم ده واحده من الامبورتنت سيستمز بتاعت الانيت اميونيتي، هو ده واحد من طرق المناعه الذاتيه. فانت لما تدي حاجه تنهبت الكومبلمنت سيستم يبقى انت كده بتنهبت الانيت اميونيتي، عشان كده بقى عندهم انكريزد ريسك فور انفكشن سبيشالي بالجرام نيجاتيف باسيلاي، وعشان كده عندهم باكثر عرضه فور منينجوكوكاي، عشان كده لازم تدي لهم فاكسينيشن تو منينجوكوكاي. اوعى حد ياخد الايكولوزيماب، هو ده غالي جدا، اعتقد الكورس بتاعه في السنه ممكن يعدي المليون. لكن هو ليه كومبليكيشنز فظيعه وبشعه، انه ممكن يعمل لك طبعا سيبتسيميا او جرام نيجاتيف انفكشن، عشان كده لازم عنده ياخده من الجوكل فاكسين اي حد يمشي على الكيوريزماب. التريتمنت بقى الكيوراتيف هو الالوجينيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن، انك بتعمل له خالص ستيم سيلز من متبرع، وده بيبقى الكيوراتيف تريتمنت. هوفر برضه ليه الوت اوف هازردز والوت اوف كومبليكيشنز، وغير كده طبعا هو اجراء مش بسيط واجراء مكلف جدا. يبقى ده كان كلامنا عن البي ان اتش. سريعا بقى كده، البي ان اتش ده عباره عن ايه؟ عباره عن اكوايرد كورونال ستيم سيل ديس اوردر، في عندنا الديفكت في الجي بي اي او البيج اي جين. البيج اي جين ده المفروض بيكود فور جي بي اي انكر، يختصر لي جليكيتد فوسفاتيد انستول، وهذا الجليكيتد فوسفاتيد انستول هو ده المفروض بيمسك في البريفرال بروتينز اللي هي سي دي 55 وسي دي 59، عشان كده الناس دول بقى عندهم ديفيشنسي في هذه البروتينز. البروتينز دي بتشغل انتي كومبلمنت بروتينز، يعني بتحمي الار بي سيز من الهيموليتيك افكت بتاع الكومبلمنت، عشان كده لما تبقى ديفيشنت بيخلي الار بي سيز اكثر عرضه فور هيموليس. كمان البليتلتس كمان بتبقى ديفكتيف، عندهم اكثر عرضه فور بليتل اجريجيشن اند هايبر كوجلوبيتي، وبالتالي البرزنتيشنز بتاع العيانين دول بيبقى عندهم هيموليتيك انيميا، بيبقى عندهم هايبر كوجلوبيستيتس، كمان في اسوشيشن مع البلاستيك انيميا، وممكن يحصل بروجريشن تو ام دي اس اند اي ام ال. التشخيص بتاع مين خلال فلو سيتومتري بتاع ديفيشنسي او سي دي 55 وسي دي 59، العلاج بتاعنا مين اللي سبورتيف. متنسوش كلامنا على الاكيوليزوماب والكيوراتيف تريتمنت في خلال ستيم سيل ترانسبلانتيشن. في التسجيل ده كان الجزء اللي ناقص المره اللي فاتت.